يا شباب، سبب طلبي إلكن على عجلة هيك هو واحد من تجار النسوان، وهو بلوى مسلطة على رأس بنات هالبلد. هذا السرسري بيستهدف البنات الصغار اللي ما إلن حدا واللي جايين على اسطنبول الجديد وبيستغلن بطريقة وسخة. هذا الواطي بيوعد البنات بالمصاري والشهرة على الفاضي وبيعلمهم على المخدرات، والبنات اللي بيدمنوا على المخدرات بيصيروا تحت أمر الزلمة وبينفذوا مطالبه، وبعد هيك مع الأسف بيستغلن وبيشغلن بأمور لا أخلاقية. الله أعلم قديش هذا الواطي حرق قلوب أمهات وقلوب أبهات على بناتهم، وإلا ما حدا رح يقدر يحط حد ويقف بوشه هالقليل الوجدان هذا وأمثاله من السفلة اللي بيشتغلوا هالشغلة، ونحنا قدرنا نحدد مكانه. يعني بدي إياكم تلفوا عليه وتجيبوا لي إياه. الجمال اللي عندك صعب كتير نلاقي منه. السوق الداخلية ما عادت بتكفي، لما راح ننفتح على السوق العالمية راح يزيد ربحنا أضعاف. ممتاز، عرضك محرز إذا منفكر فيه، بس التحويل لبرات البلد تجارة كتير مكلفة. صديقي، لما بتقول إنه لقينا لكم شغل برا البلد العالم راح تجن من الفرحة. ناخد 60%. هذا الرقم كبير كتير، أنا فيني أدفع لكم 20%. فكروا منيح، أنا عم أقدم لكم أغلى المجوهرات الموجودة بهاي البلد. جارسون، يا الله مرني يا بك. الحساب تبعنا إذا بتريد. ليلة الحساب علينا، نحن سكرنا حساب. وقفوا لك، قوم قوم قوم، لف لورا ولك، لف. يلا 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 يلا، ما حدا يلمس شيء، اتحرك. واقف واقف. حركة يلا شباب، كل شو الباقيين. يلا يلا، طول بالك جميل، طول بالك. قومي اخي، حلو كتير اني اشوف كل هالاهتمام، اذا مصرين كتير منروح. يلا 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 يلا، حرك امشي امشي شوي شوي. انتوا اعطوني هوياتكم. يلا يلا، ما معنا هويات. كيف ما معكن؟ قديش عمرك انتي؟ 18. وين امك وابوكي؟ ما في، ما نون هون. وين رح يكونوا لك عاكف؟ الامهات والابهات بالمنطقة الشرقية ومفكرين بناتهم عم يدرسوا باسطنبول، وامهاتهم وابهاتهم بيشتغلوا من طلوع الضولة اخر الليل كرمال يبعتوا لاولادهم مصروف لهون لاسطنبول مشان يتعلموا، ولكن شو بيساووا؟ فوق على البنات اللي مثلكن. ليك حالة الصبايا اللي مسلمين حالهم لناس وسخة يا سيبو. لك انتو ما عرفتوا تختاروا غير هيك رفقة؟ ليش رديتوا على كلمة ناس مثل هدول؟ لك مو حرام؟ ما فكرتوا بأبوكن وأمكن إذا شافوكن بهي الحالة شو راح يصير لهم؟ آه؟ ما فكرتوا فيهم؟ عكل أنا راح أمسح الأرض بهالواطي اللي عم يشتغل الشغلة وشاد على حكي يا سيبو. أي والله للربي يا أخي. يلا يلا